مشاهدينا في كل مكان، اهلا وسهلا ومرحبا بكم. مساء الخير ومساء السعاده، مساء الجميل اللي بيجمعنا دائما على ظلال الاصيل في كل مساء يوم جديد. بنسعد جدا بهذه اللقيه المسائيه التي تجمع بيننا وبينكم في لقيه وفي رحله تستمر لمحطات طويله وفقرات مختلفه ومتميزه. نسعد جدا بصحبتكم عبر هذه الرحله الممتده لساعتين من عمر الزمان اللي حنتجول فيها في مساحات مختلفه، شعرا ونثرا وغناء وفرحا ومجموعة من المحطات اللي عكف فريق اليوم على إعدادها من خلال تيم متكامل. أنا بحييهم فردا فردا وأكيد بيهدوكم المحبة في كل يوم بيلقوكم فيه من خلال ظلال الأصيل، وأنا حفية جدا بهذه اللقية اللي بتجمع بيننا وبينكم نهاية كل أسبوع سعيد. نتمنى أن أسبوعكم كان جميل ومليان ومحفوف بالسعادة وبالأخبار الجميلة والإنجازات الرائعة وكثير من الأحلام والآمال العريضة اللي تحققت من خلال أسبوعكم، وأسبوع قادم أيضا مليء بالأمنيات الجميلة. نحن حنهديكم واحدة من مساحات المحبة اللي دائما هي ديدنا من خلال كل بدايات حلقة جديدة. بيت الحبايب
علينا.